في صفحتنا الرياضية، نتائج مميزة حققها أبطال منتخبنا الوطني للرماية تمثلت في 3 ميداليات ملونة ضمن منافسات البطولة العربية للرماية والمقامة في العاصمة المغربية الرباط. المزيد في الرسالة التالية. أمام مدارس عربية عديدة حلق العلم الكويتي عاليا مرتين حين توج المنتخب الكويتي للرماية الأول جماعيا والثاني والثالث فرديا ضمن البطولة العربية للرماية المقامة حاليا بالرباط. الرماية الكويتية في صنف التراب صعدت بوديوم التتويج عن جدارة واستحقاق. احنا طبعا سعيدين في هذا الانجاز، تحقيق الابطال نتائج متميزه في الفريق وايضا في الفردي، ايضا ما قصر الشباب حقوا مراكز الفضه والبرونز. هني اخواننا وابنائنا اللاعبين على هذا الانجاز، ونتمنى ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يوفقنا ايضا في المستقبل وفي مسابقات سكيت رجال يحققون مراكز ايضا متقدمه. وفي هذا الصنف عرف تتويج البطل عبد الرحمن الفيحان ثانيا وطلال الرشيد ثالثا أمام المغربي عبد المنعم بوعين الذي حل أولا، متقدمين على أبطال جمهورية مصر العربية وقطر وسلطنة عمان والجزائر، فيما كان المنتخب الكويتي بارعا على صعيد الفرق مؤازرا بالبطل ناصر المقلد. الرماية الكويتية من المدارس اللي ينذكر لها يعني في الدول العربية أو الدول الآسيوية، من أقوى الرماة في آسيا وفي العالم الرماية الكويتية. طبعا هذه أول خطوة في صعودنا للبوديوم للإنجاز الأولمبي. طبعا هذا الإنجاز ما جاء إلا من بعد نجاح لإدارة نادي الرماية الكويتي، وطبعا كل الشكر لهيئة الشباب الرياضة على دعمهم اللامحدود لنا. وفي انتظار أولمبياد طوكيو حققت الرماية الكويتية إنجازا كبيرا ببطولة تعتبر الأولى عربيا بفضل العديد من المجهودات من أصحاب القرار الرياضي الكويتي. في انتظار دخوله الجمعة المقبل في صنف سكيت، يكون المنتخب الكويتي للرماية الرياضية قد حقق نتائج مميزة وباهرة أمام أعتد المدارس العربية. لتلفزيون دولة الكويت، عبد الله الشهاب، الرباط.